انا ضحكت من سناب شات صراحه، كان مقدمه مستوى جبار. اول شيء طقطقت على المشاهير، اعطتهم نجمه بفلوس، بعدين قالت له اكذب، قل عندي 14 مليون في، بعدين صفقت. كابوس تداعى الى صفحات مؤثري التواصل في تطبيق سناب. لم تمر ساعات على تحديث خاصية كشف المشتركين فجر الثلاثاء الماضي حتى ضج الرأي العام في السعودية بفضيحة عنوانها الرئيسي مشاهير الفلاسة الكذابين، بعد انكشاف أرقام متابعات تختلف جذريا عما يدعيه بعض ما يعرف بالمؤثرين. والله أبد، الناس قعدت من النوم ولقت كل الناس تتداول أرقام المشتركين اللي موجودة بسناب. ظهر فجأة، لم يكن متوقع، صار في سخرية من بعض المشاهدين أو بعض، خلينا نقول المتابعين، وصدمة من المؤثرين، لدرجة أن كثير من المؤثرين للأسف أنا منهم قاموا بإخفاء عدد اللي هم المتابعين أو عدد المشتركين في سناب شات. بدأ تطبيق هذا التحديث في صبيحة اليوم الانتخابي الأمريكي في 3 نوفمبر، لكن القصة بدأت باقتراح قدمه يوتيوبر إنجليزي في منتصف شهر أكتوبر الماضي. طالب بإظهار أرقام المشتركين في تطبيق سناب كما يظهر القصص الخاصة بالتطبيق. المفاجآت في صباح الثلاثاء كانت كثيرة وكبيرة، أهمها تصدر 3 أسماء أرقام أعداد المشتركين في السعودية: المودل روز ومدرب الحيوانات أسامة الدغيري وسناب حمد وعزازي. هذا التحديث أوقع الكثيرين في ورطة التلاعب بشركات وأرقام الإعلان، خصوصا الفاشينستات ومؤثرين عرفوا بإثارة الجدل لقاء الحصول على الأضواء، والذي يدعي بعضهم وصول عدد متابعيهم مؤخرا إلى 18 مليون متابع. أنا أعتقد أنه 60% من المعلنين أو اللي يسوون إعلانات راح يتأثرون، لأن كنا نسمع أرقام مهولة، 18 مليون متابع، كيف 18 مليون متابع؟ الآن يوم طلعت الأرقام الحقيقية تقريباً أعلى واحد 9 مليون إذا ما أنا غلطان يعني، فكانت يقدمون معلومات مغلوطة، فهذا راح يأثر عليهم سلباً في الإعلان. صح. الله أنعم علي بأعداد فلكية، 18 مليون متابع يمكن أعلى رقم أهم لأرقام المشتركين، خطوة يرى محامون بأنها قد تتلوها ملاحقات قضائية بشبهة النصب والاحتيال وجني أموال بطرق غير قانونية في السنوات الثلاثة الماضية. عبد الفياض، MBC الخبر.